حقيقة يمكن يعني الشيء بشيء يذكر، لأنه حضراتكم عارفين آخر ماتشين للنادي الأهلي، سواء المباراة الأولى قدام بنك الأهلي وقصة الهدف اللي اتلغى وقصة تدخل الفار وروح البروتوكول والكلام ده كله. تلام امبارح الحقيقة ماتش الزمالك وأسوان في كأس مصر، البطولة بتتلعب بتاعت السنة اللي فاتت دي. والحقيقة أنا يعني كنت منتظر من كابتن عصام عبد الفتاح لمرة واحدة إنه يطلع يعتذر عن الأخطاء التحكيمية. أنا مش عايز أطول على حضراتكم، وقصة مش قصة زمالك، أنا لا يعنيني الزمالك لا من قريب ولا من بعيد، وما بحبش أتطرق لأسماء فرق منافسة، أنا دايما معني بالنادي الأهلي، لكن هي قصة صدفة إنها حصلت في ماتش الزمالك، ضربة الجزاء اللي ما اتحسبتش لأسوان واللي كل الناس الحقيقة شافتها كانت واضحة وضوح الشمس، والهدف الثاني اللي أحرزه محمود علاء وهو هدف من تسلل واضح. المقارنة هنا الحقيقة بين رد الفعل على هدف الأهلي السليم والصحيح واللي أكده معظم خبراء التحكيم واللي أكدته أساسا يعني أصوات سواء خبراء تحكيم بينتموا لقناة الزمالك أو حتى صفحات نادي الزمالك أو نجوم نادي الزمالك واللي قالوا إنه الهدف صحيح مش محتاج لتشكيك ومش محتاج الضجة دي كلها. كنت أنتظر الحقيقة رد مقنع من كابتن عصام عبد الفتاح في تحليله لأداء ولمستوى حكامه. أنا عارف إنه حكم المباراة حسب ضربتين جزاء لأسوان في المباراة، وده يعني ينفي عن الراجل شبهة أي تعمد إن هو يحاول إنه يغير مسار النتيجة، لكن تعليق كابتن عصام عبد الفتاح اللي وصلني النهاردة اللي سمعته بنفسي على ضربة الجزاء اللي ما اتحسبتش توريني قد إيه إحنا ماشيين في نفق مظلم، وإن مفيش إرادة حقيقية مش بقول للتغيير، لا لتطوير منظومة التحكيم في مصر. كنت أنتظر الحقيقة رد أفضل من ده من رئيس لجنة الحكام، في يوم من الايام تمنيته انه او شفته انه قادر يعمل نقله نوعيه، لكن للاسف الشديد جدا حاله المهاترات اللي حصلت الايام الاخيره بتقول انه ما فيش لا نيه ولا في لا اراده ولا في حتى قدره على التغيير. اتمنى انه اسمع رد، اتمنى انه كابتن عصام عبد الفتاح يطلع يقول في مره التحكيم المصري اخطا او الحكم المصري اخطا، والاخطاء دي لابد ان احنا نتدرجها ونصلحها وما نشوفهاش بتتكرر مره ثانيه، لا الاهلي ولا الزمالك ولا لاي فريق بيلعب في الدوري الممتاز او غيره حتى.